à partir de l'ouvert, les sexual structure and function of the bacteria كانت على مين ولا مين ولا مين؟ حد يتوقع معايا كده؟ ده السؤال ده ايه وعلى؟ على ايه؟ على فين ده؟ ايه مالك؟ على فين اللي ياخدها؟ على كروموسوم فين؟ على كروموسوم يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيل فلاريا ما هياش الميتيكي،
ياسر انت ريبليكيت الكارفور وهو قاعد في الفضل. ميزه حاجه زي كده ايه؟ حد من كده يقول لي حد من المجموعه الباسمه الضحكه يقول لي يقولوا لي ايه بقى؟ ايه ميزه ان هو بيريبليكيت اندبندنتلي؟ ممكن انا بسالكم عقل انتوا والله شكلي هسالكم بقى ايه رايكم بقى؟ البلازميد بيريبليكيت اندبندنتلي انا ممكن استغل ده في ايه؟ قولي لي يا عمر اللي قاعد يفتح الصف ده ايه ميزة ان هو بيريبليكيت اندبندنتلي انا ممكن استغل ده في ايه؟ حد عنده اجابه للسؤال يا مولي؟ صح خلي بالك انا بتكلم عن البلازميد بتكلم عن دي ان ايه انا ممكن استغل البلازميد ده بيريبليكيت اندبندنت يعني ايه؟ يعني مش معتمد خالص على الدي ان ايه ده اللي هو قاعد بيريبليكيت بيزود من نفسه الاكسبريس الاكسبريس بروتين في حاله ايه رايك؟ الله يفتح عليك اسمك ايه؟ فاكره برضه وطلعت حاجه لسه فمه يا احمد هو فعلا يستخدم شاهينا فعلا يستخدم في انه يصنع هرمون. طب ايه رايك ممكن انا يعني ممكن ناخد السين ممكن مع بعض كنت الكلام ده على فكره مره كنت خدت الكلام ده كنت حاجه اسمها دي ان اي تكنولوجي هي دي انا باخد البلازميد ممكن نهدى شويه انا بتكلم حاجه مهمه ومن فضلك اللي مش عايز يسمع يتفضل انا ما بيهمنيش ان شاء الله واجد ببقى سعيده جدا. البلازميد في مناطق نون فانكشنال ممكن ان تتدفق واحط مكانها جين ذا كود فور سبيشال هرمون زي مثلا جروث هرمون انسلين ممكن دلوقتي بنعمل دلوقتي انسلين هيومن انسلين الطريقه دي هو كل حاجه من بعض فاذا هو بيريبليكيت اندبندنت اوف ذا بكتيريا كروموزوم اند ذا سام جينيتك شوف بقى هنا سام جينيتك نون اسينشال نون اسينشال كاركترز او نون اسينشال بروبرتيز كان بي كاركتر باي بكتيريا ايه بلازما. تعالوا نشوف كده سبحان الله احنا قلنا في الاول خالص اول محاضره قلت لكم البكتيريا دي بتريبليكيت ازاي؟ سكسوالي ولا اي سكسوالي؟ مايتوزس ولا ميوزس ولا ايه؟ مايسيلفيشن فيري سيمبل وايه سكسوال؟ مفيش منه اثنين بس كل قاعده زي ما احنا عارفين ليها استثناء سبحان الله في حاجه كده بكتيريا ليها حاجه كده وده سؤال مهم قوي في الانسيتيوت.
conjugation, transfer of genes from one bacterium to another by which eliminate genes from bacteria to bacteria. الحاجة اللي بتنقل الجين اسمها ايه؟ بكتيريوفاج ولا بلازميد ولا ترانسفوجن ولا وات ايفر. ها؟ مين اللي نقل هنا؟ البلازميد. البلازميد ما هنشوف دلوقتي ممكن يتقل في حاجة اسمها بكتيريوفاج. بتتنقل هنا اهو، هذه البكتيريا فيها فيروس ودي ما فيهاش، دي فيها البلازميد اللي كاري انتيبيوتيك ريزيستنس ودي ما فيهاش. قربوا من بعض. السكس فايروس اهو نقل البلازميد سيكل ستراند البلازميد دون للبكتيريا تاني وهيربليكيت ويعمل دبل ستراند اهو. انتهيت واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف فور هيت فايروس. انتهيت باثنين بوزيتيف اثنين بوزيتيف خلاص. البروسيس دي اسمها كونجيجيشن، بيقربوا لبعض وبيتنقل الانتي بيوتيك ريزيستنس باي بلازميد ثرو ايه كونجيجيشن باي هيت فايروس خلاص. يبقى دي اضف فانكشن للايه للفايل، يعني الفايل ممكن يبقى بالادهيجن. تاني فانكشن ليها ان ممكن تين وايز وسكس فايلس ثرو ريتش جين ترانسفير كده. يبقى كونجيجيشن لازم تبقى عارف الاكسبريشن ده تبقى حافظه. كونجيجيشن از ذا بروسس اوف جين ترانسفير بتوين باكتيريا باي بلازمين. باي بلازمين، يعني عندي دلوقتي مفهوم طريقه ثانيه لترانسفير الجين. طيب البلازميد نفسه انا عندي البكتيريا اهي، والبلازميد نفسه كان بيعمل ايه؟ انسايد الكروموزوم البكتيريا بيعمل حاجه اسمها ايبيزول يعني تاثير. هو دبل ستراند من دي ان ايه والبكتيريا دبل ستراند من دي ان ايه. ممكن عند السايد السوبر يمسك البكتيريا بيعمل حاجه اسمها ايبيزول ويبقى انتجريتد انسايد الكروموزوم بتاعي. ايه البروتوكول اللي كان بي ترانسميتد فروم بكتيريا تو انذر باي بلازميد؟ اول حاجه اللي هي الانتيبيوتيك ريزيستنس اللي احنا لسه قايلينها. ثاني حاجه فيرينس، يعني ايه فيرينس؟ يعني عشان ها؟ فممكن لها الكاركتر بتاع ايه فيرينس، ممكن يديها كاركتر ان هو الطبيعي تبروديوس سبيشال اكزوتوكسين. بعض البكتيريا بيتنقل لها البلازمين والبلازمين ده كاري كاركتر فور برودكشن اوف ايزوتوكسين، توكسين قوي جدا هناخد القصه الجايه. تمام؟ بعض البكتيريا البلازمين بيجي حاجه اسمها بكتيريا سين برضه خلاص؟ والبلازمين نفسه بيبقى كاري جين فور بس انتروكروموزومال ولا اكسترا كروموزومال؟
استشبال. بص لسه الكمبيوتر سليمه يعني، انا بحط الاستوريشن هنا كمبيوتر قويه برضه، بتستحمل الاستوريشن، بتستحمل مسافات كل حاجه لازم تتعلم. بص بص هنا اربعه، مفيش حاجه بقى. بص بص هو كمان لسه موجود، بس بص بص دي وصلت ازاي هنا، بص هنا كانت ازاي، بص هنا وصلت ازاي، بص هنا كانت من دوره، بص هنا كانت من دوره، بص هنا كانت ازاي، بص هنا بجد ازاي. بعد ساعتين توقيف على المكان ده، بعد ثلاث ايه ده في مبين ايه ده كده ده كده ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه هي فيها زين، فيها زين الحركه حركه الاثنين، فهي بسيطه سمعه فيها الجامبينج السيرفايت
ايه ده؟
تبعين قصر دولار الليبيو انت بتبع الليبي الليبيو الليبيو بابل بالبر طب ال ايه في الاول الليبيو ال ايه في الاول ازاي ال ايه في الاول صار ال في ايه اكزي بس اكزي الليبيو بالبر صح دي فيشل دي فيشل وخبك ده من ناحية البكر مفيش واحدة الوان ميزيو كلوزر دي ميزيو ما فيش حاجة اسمها كلوزر يا عم ثانية ميزيو كلوزر الكافيتي الكافيتي اسمه ميزيو كلوزر دي ميزيو ميستر فين البكر واللونجور يعني مثلا زي اللون انجل ده اسمه لينجو استنى حتى غير ما أرى لينجو لينجو أجزاء غير تلع على هناك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك بتصبر ما تنديش في الأحياء مش بقى حاجة أصلا مش هتبقى حاجة ما عايز لك بكر ولينجو ولا ميزي 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 دي مولا يقول دي كل مصنع اللي قول دي كل مصنع خشي الوال دي دي اسمها لينجو الوال جينجي فالوال باكتو بلبا الوال لحد هدي دي اسمها الوال دي اسمها اكزي الوال خلاص تعالى بقى دي احنا تقلق ما اقول لك اللي زي دي عندي 11 لاين دي بطل ولا اكزي ثواني ثواني عشان مش تيجي اسمع تيجي هي مش هتعاش مش هتجي عندنا يا عم والله ما بيجي والله اقسم بالله اقسم بالله طيب ماشي اما نصلع بص اما نصلع ده عنده 11 لاين وعنده 6 بوينت عنده محل اللاينات اللاين ده هتسميه ايه؟ اللاين ده جنجي فهي جنجي فهي اجزي جنجي في اللاين ماشي ماشي اللاين ده هتسميه ايه؟ اللاين ده؟ لا ده لينجو ده لينجو جنجي فهي لينجو ماشي ده هتسميه ايه؟ اوفيشال بس ده مالوش ده مش خط يعتبر الخط لازم يكون فاصل بين اتنين وول ده مش خط ايوه ده مش خط خط الورق الخط ده الخط ده تسميه ايه او الخط الخط ده كله يعتبر يعني كله كام لا لا الخط ده ده بلبل بل لينجي وبلبل بس صح ده اسمه ايه اسمه ما انت لسه قايلولي يا عم لينجو اجنبي ده 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 يا ابني ده لينجو اجنبي ده لينجو ده بقى لينجو اجنبي
ماشي. احنا قلنا كده وبص، قلنا واحد، قلنا اثنين، قلنا ثلاثة، قلنا أربعة، قلنا خمسة، قلنا ستة، قلنا سبعة. ده فضلنا كام؟ فضلنا أربعة. ده قلنا سبعة، الثامن اسمه ده ده بلبل بس ديش طبلبل يعني، مش فاصل بين الديش ده. اوكي التاسع اللي بنقول فين انا واحد ده مش ادي الوول، وادي وول، وول الديستال وول لينجوال، مش ده الخط الفاصل بين الاثنين دول بس، وخط الفاصل بين الجسمين ديستو فاصل. هذا كده هم 11 وول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تقول 11 وول. فاضلين 6 بوينت انجل، هنقولهم هنا على البوكسين. عنده البوينت انجل اللي في الحياه بتقول تفصل بين ايه وايه؟ البوينت انجل سمى بنت ليه ثانية رول هنا بوينت انجل. لا انا مش عايز اللاين، مش عايز الانجل. بوينت انجل اوكي، عايز البوينت ثري وول ما في شك، دول كله ثري وول في بوينت. دي واحد اثنين ثلاثة لا بروح 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 انا اشوفهم. دي ودي وول مع دي، تعمل هنا دي ودي دي واحد دي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. كم سمم جدي؟ دي هتبقى باكو ديستو باكو ماشي. مين اللي بعدها؟ العكس بس هتقول لينجو. ماشي ده دي هتقول باكو 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 بلبل اكزي باكو باكو بلبل صح باكو اكزي بلبل صح دي لينجو بقى لينجو بلبل اكزي بلبل لينجو اكزي بلبل اي حاجه لو جبت كده مش هنجي دي جينجو اكزيون جينجو اكزيون بطل تمام ده اكزيون جينجو اكزيون جينجو جينجو اكزيون جينجو بقى تسال حد سمعت شانتين وعندينا خلوا عرفش ده كان السريع البرود ولا الانتيني دي ني ستار مش ستار اول حاجه عدد صفر صفر عشان هو ده اللي ده في ميزه بتستر لا ما الذي يقول فكرة تريد تحتاج الذي تدرس ايه
ان هي غير زي دي بقى. في حاجة هم بيقولوا بيتكتب في نشأة اسمه Objective A Objective B. مش أنا مش كده. خرب
خد 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 لازم تكون حافظ يعني ايه اتريشن ويعني ايه ابريشن. لازم تكون حافظ يعني قصدي يعني هاي بلاسيا يعني هاي بلاسيا ديفلوبمنتال افكتد ان تو ستراكشر. فين هاي بلاسيا ده؟ هاي بلاسيا لسه عم كتير هم 9 بس صفحه 18 ايه يخرب بيتك بقى. كان المفروض تحفظ اتريشن. انت عارف اتريشن يعني ايه وتعرف ابريشن يعني ايه يا عم؟ مش هتسال فيهم دلوقتي ده. هتشوف يا عم ده هي هتقول لك عرف اثنين. هتقول لك اذكر اثنين وعرف ابريشن والروجن. انا حفظت بين الابريشن اها مالك لوجن وهي هايبو كلاسيفيكيشن. هايبو بقى هايبو. استنى هايبو بلاس يعني هايبو بلاس اللي انا حفظتها ديفلوبمنتال ديفكت. انت قوي اسهل حاجه اسهل حاجه يا جدع. ومال فورميشن كمان بتحفظ كل ده. فراكشر انا حفظتها لوس اوف تيس ستراكشر ريزولت اوف تروما. ما عشان كان مخفف فين بقى كومباوند وكومبلكس ده؟ خلاص اشرحهم لك بسرعه. عارفهم سطح واحد يبقى كومباوند. سطحين قصدي سطح واحد سمبل. سطحين كومباوند ثلاث سطوح كومبلكس. انا عندي انت عارف انا كان عندي ايه؟ ايه يا بطل هو ده زمينك اوف بطل. امسك جلمه وادي زمينك اوف بطل يا اسطى. وادي زمينك اوف بطل ها؟ لا ده قصتك طويله. بقول لك احشر حاجه لا عشرة حاجة طويلة. لا من دلوقتي والله قصة طويلة. والله خلاص انا اي نيد تو نو وات از ذا اوف بطل. والله يا اسطى ما تجيب قدرتك ما تجيب قدرتك ما تجيب قدرتك ما تخدهاش. ايه؟ انفيشن جراوند ميكس ولا حاجة. دلوقتي؟ بعد السخن حاليا دلوقتي يلا عشان اتصل شغال لحد دلوقتي. حلوه حلوه يا عم. حضره